إلى خالد شقير مراسلنا في فرنسا. خالد، ما تفاصيل هذه الزيارة؟ هل من أجندة واضحة؟ هل من مباحثات واضحة أو نوايا فرنسية إنجليزية؟ لو تطلعنا على مزيد من التفاصيل. نعم إيمان، أعلنت الرئاسة الفرنسية على هذه الزيارة التي وصفت بالمهمة لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، والذي منذ توليه رئاسة الحكومة تشهد العلاقات الفرنسية البريطانية تحسنا نسبيا بعد أن كانت شهدت بعض من العلاقات المتوترة تارة بسبب ملف إلغاء صفقة الغواصات الفرنسية مع استراليا، وتارة أخرى بسبب أزمة المهاجرين أو أزمة حتى الصيادين الفرنسيين المتواجدين على بحر المانش. وطبعا أيضا شهدت خلافات كبيرة بعد خروج بريطانيا من اتفاق البريكسيت. الحقيقة هذه الزيارة وصفت بالمهمة، وبصفة خاصة أن فرنسا وبريطانيا يقودان الغرب في هذه الأزمة العالمية، وتوحيد المواقف فيما يخص الأزمة الأوكرانية هو يدخل في إطار هذه الزيارة الهامة. وكما أشرت في الخبر إيمان، هناك علاقات اقتصادية بين الجانبين، وبصفة خاصة أن هناك تضررا كبيرا من قبل بريطانيا للخروج من بريكسيت، وأيضا هناك تبادل تجاري ما بين فرنسا وبريطانيا، وهناك أيضا أزمة الطاقة. فرنسا كانت تستورد أو تحاول الاستيراد الكهرباء في ظل أزمة الطاقة في فرنسا، وأيضا الهجرة وملف الهجرة إيمان، كان هناك تحسنا ملموسا بدأ يظهر في الأفق، وبصفة خاصة أزمة الهجرة غير النظامية كانت تؤرق فرنسا وما زالت تؤرق فرنسا وبريطانيا، ولهذا لابد من إيجاد حلحلة لهذه الأزمة. ولهذا هذا الملف شهد الحقيقة تطورا كبيرا وتعاونا بين الجانبين وتقارب في وجهات النظر بفرض رقابة على الجانبين والتعاون وتبادل المعلومات. وأيضا من المقرر أن يشهد ملف السياسة الخارجية لكل من فرنسا وبريطانيا، يعني سيكون له أهمية كبيرة جدا، وبصفة خاصة في هذه المرحلة الهامة جدا التي تحاول من خلالها فرنسا إيجاد حلا دبلوماسيا من ناحية، وأيضا بريطانيا تحاول من ناحية أخرى الحديث بالقوة وتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا. إذن هناك سياسة شد وجذب وسياسة تكامل واستراتيجية يمكن وصفها أو وصفها المحللين هنا بأنها استراتيجية بريطانية فرنسية. ترى تقوم بريطانيا بتجديد سياساتها تجاه روسيا، وترى أخرى تقوم فرنسا بمد يد السلام إلى روسيا. وهناك هذه الاستراتيجية الغربية التي تحاول من خلالها فرنسا ومن خلال توسطها سواء مع الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا من ناحية، وأيضا مع الجانب الروسي من ناحية أخرى، إنهاء هذه الأزمة، لأنها لها تداعيات كبيرة جدا ليس فقط على الداخل البريطاني والداخل الفرنسي، ولكن على الداخل الأوروبي بصفة عامة. يعني معظم ما ذكرته خالد متعلق بالفعل السياسة الخارجية أو أزمات عالمية، يعني بريطانيا وفرنسا طرفان بها، لكن ماذا عن العلاقات المشتركة؟ الآن فرنسا تواجه بعض الاضطرابات نتيجة طبعا مسألة الطاقة ومسألة الغاز والنفط الروسيين، وبريطانيا طبعا كما تعلم ويعلم الجميع هناك حالة من الاضطرابات، مستويات تضخم مرتفعة. هل الجانب الاقتصادي من الممكن أن يكون حاضرا خالد؟ بالتأكيد، يعني سواء الجانب البريطاني يعاني معاناة كبيرة جدا من زيادة التضخم، والوضع يزداد سوءا هنا في فرنسا بسبب زيادة أسعار وارتفاع أسعار الكهرباء. هناك شركات فرنسية أغلقت أبوابها بالفعل، ولهذا هذا الملف هو ملف حساس. ستحاول كل من فرنسا وبريطانيا إيجاد يعني صيغة ما للتعاون بينهما، ولكن تبقى الأوضاع الاقتصادية في ظل هذا
التباعد ما بين حتى دول الاتحاد الأوروبي. فرنسا لا طالما كانت تريد إيمان إيجاد حلا اقتصاديا على غرار أوروبيا موحدا على غرار ما حدث إيبان جائحة كورونا، ولكنها فشلت للأسف الشديد. التضخم يضرب كل من بريطانيا وفرنسا، وأعتقد هذا الملف سيكون له تأثير كبير، وبصفة خاصة كما أشرت أن هناك اضطرابات سواء داخل بريطانيا أو داخل فرنسا. أشكرك خالد شقير على هذه المعلومات.